الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النهاردة بإذن الله تعالى عندنا درس استثنائي هنتكلم فيه بصراحة واختصار عن موضوع الانتحار. قضية الانتحار قضية شائكة لكن تحتاج إلى مناقشة. المواضيع ما بتخلص في كلمة أو كلمتين، وأحيانا الكلام ما بيخلص في دقائق بسيطة، لأن الموضوع عميق ممكن يبقى ليه أبعاد كتير. فممكن الإنسان لو حصل أنه فهم مجموعة بس من المعاني البسيطة يجد الأمور اتضحت جدا عنده. لأن أنا أعتقد أن قضية الانتحار هي قضية معرفية محضة. يعني قضية معرفية؟ يعني قضية مرتبطة بمجموعة من المعارف والاعتقادات في ذهنك، وهي اعتقادات خاطئة. وبالتالي لو احنا وصلنا مع اي شخص يفكر في هذا المسلك ان احنا فقط صححنا عنده مجموعة من الاعتقادات دي او جددناها، احيانا بتبقى هي موجودة بس اتدفنت او محتاجة احياء فقط ان هي تظهر لي مرة اخرى، او من كتر بعده عن المعاني الشرعية وكتر بعده عن الكتاب والسنة واعراضه او يعني معصيته بتاع، فبالتالي بتغيب عنه حاجات أساسية ممكن هو بيقراها في صلاته كل يوم لكن هو ما كانش واخد باله ان دي حقيقة المفروض يعتقدها ويؤمن بيها ويعيش بيها والدنيا تتحل بسهولة جدا لو هو المعاني دي واضحة عنده. طبعا الانتحار في العالم بيزيد، وده دليل على البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. متوقع جدا ان الانتحار يكون منتشر جدا في بلاد الغرب الكافرة، لأن قضية المعرفية اللي احنا بنتكلم فيها دي أصلا مرتبطة بالإيمان. يعني ما فيش إيمان، ما فيش أي حاجة من اللي أنا أقولها دي ملاش أي معنى، لأن كلها مرتبطة بقضية إيمانية، إيمانك بالله واليوم الآخر والقدر. بس هما دول ثلاثة، ده مثلث السعادة يا جماعة، مثلث السعادة والراحة في الحياة الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر. فالإنسان لو ما عندوش المثلث دوت يبقى ما عندوش أصلا مصادر للسعادة، إلا لو بقى كل حياته مشيت في اتجاه إيه، ما كل حاجة جميلة وبتاع هيتوهم إن هو سعيد، لكن هو في العادة بيبقى شقي في قلبه، لكن على الأقل مش هيفكر يمكن قوي زي اللي بيصيبه مصائب. وإن كان أحيانا بعض المرفهين دول بيصل لدرجة من الرفاهية إلى الملل، ممكن يخلي نفسه ينتحر إنه مش لاقي حاجة يعملها تاني خلاص. اللي عايز أقوله يعني أنت بتتكلم دلوقتي في معدلات مهولة، الناس بتتكلم في منتحر كل 40 ثانية في العالم، وبيتكلموا في مليون واحد بينتحر كل سنة فعليا بيموت، غير أضعاف الرقم ده محاولات، غير أضعاف الرقم ده التفكير. يعني عندي مليون ماتوا، تتخيل لما مليون ماتوا دي من كم محاولة؟ يعني ممكن يبقى في عشرات الملايين من المحاولات اللي بقت بالفشل. ناس كتير حاولت تنتحر وما فشلت، سبب استعمل طريقه فاشله او هو ما كانش بيعرفش ينتحر كويس، ما انتحرش قبل كده. انت يعني في ناس يعني ممكن يبقى ما عندوش خبره قوي في الانتحار، تلاقيه جاب دواء كده قالوا له ده يشربه بطنه توجعه بس اللي هو عذابه خلاص يعني، وما ماتش في الاخر يعني. يعني قصدي ان المليون اللي انتحر دول اكيد من عدد ضخم جدا حاولوا. العدد الضخم اللي حاول ده من عدد اضخم منه فكر، هو مش كل واحد فكر ينتحر حاول، مش كل واحد حاول ينتحر مات، مش كده؟ يعني انت لما تتكلم في مليون منتحر في العام، يعني بنتكلم في عشرات الملايين حاولوا ويمكن مئات الملايين فكروا، او عشرات الملايين على الاقل فكروا. ده رقم مهول يتفوق على الارقام اللي بتموت بكل حوادث العالم، موضوع خطير. لكن اللي يشد انتباهك في الموضوع ده ان النسب لو حصرناها في دول العالم، هتجد لو عملنا تصنيف كده 2 3 4 في العالم، هتجد الدول الاسلاميه في ذيل القائمه، اخر القائمه خالص. تبدا الدول الاسلاميه ايه تطلع معاك بترتيب معين، بس ارقام بقى ايه لا تقارن خالص بالارقام اللي في الدول ايه الغربيه، وتجد ارقام ضخمه جدا في الدول اللي بيكثر فيها الالحاد، السويد، سويسرا، دنمارك، امريكا، بريطانيا، الدول دي متصدره القائمه، كوريا متصدرة في القائمة، اليابان متصدرة في القائمة. يعني اليابان وكوريا وامريكا بريطانيا السويد دنمارك اليوم دايما في الايه، دايما في العشر الاوائل لازم. فده مؤشر خطير ان في ارتباط اكيد بين الالحاد وبين الانتحار، بين الكفر عموما بالله او وجود دين هش. يعني حتى لو كان شخص صاحب دين مثلا،
لكن دينه هش، هو عارف ان دينه محرف، دين لا يملأ القلب، دين لا يشبع الروح، فبالتالي وجوده كلا دين، الا بقى اللي هو يعني متدين قوي ومقنع نفسه قوي باللي هو فيه. لكن في العاده اي حد عاقل لا يجد الدين المحرف يملأ قلبه، فبالتالي هو بيبقى اسمه نصراني او كده، لكن هو في الحقيقه لا يبالي بامر الدين. ففي انواع بيبقى ملحد معلن، وفي هو ملحد بس هو اسمه متدين ولا علاقه له بالدين اصلا. لكن عايز اقول ان ارتباط واضح جدا، لان انا زي ما قلت لكم متوقع جدا اي حد لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى عادي جدا ينتحر، يعني الموضوع سهل جدا بالنسبه له، لان عنده الانتحار سينقله من الشقاء اللي هو بيعتقده الى اللا شيء، واللا شيء افضل من شيء مؤلم، صح؟ يعني لو انا الان لو لا يوجد حياه بعد الموت، فلا شك ان انا لو اعيش حياه اليمه يبقى افضل لي الا اعيش، انتقل الى اللا شيء او الى النهايه، وعجل بالنهاية. أنا كنت سعيد 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 بعد كده شقي شقي شقي، طب أنا إيه اللي بيخليني أكمل؟ طب خليك كفاية سعادة كده وأوقف الإيه القصة هنا وخلاص انتهى الأمر. فالقرار سهل بالنسبة لأي حد إيه غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى. تمام؟ لكن السؤال هو السؤال بقى الصعب، إزاي واحد مؤمن بالله سبحانه وتعالى ثم وعارف إن في دار آخرة وحساب وثواب وعقاب، وعارف في جنة ونار وحساب، وعارف الدنيا والسنن الشرعية والكونية، وبيقرأ القرآن ثم ياخد قرار زي دوت، كيف يحصل ذلك؟ الامر ده طبعا عشان ما نستهونش بيه قبل ما نتكلم في الاسباب، يعني نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره العنكبوت. سوره العنكبوت دي هتبقى معايا النهارده، عشان كده النهارده صلينا بيها لان هي مهمه جدا معانا في القصه ديت. عموما ارتباط الانسان بالقران بيحل له مشاكل كتير قوي. ربنا قال في سوره العنكبوت: والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فالذين كفروا بآيات الله ولقائه، اللي لا يرجو لقاء الله تعالى، أولئك بالتالي يأسوا إيه؟ يأسوا من رحمتي. فبالتالي إذا حصل لشخص زي ده مصيبة لا يرجو من الله ثواب ولا يرجو احتساب ولا يرجو رحمة، فبالتالي من السهل أنه ينهي الحياة. لكن بيظل السؤال الإيه المشكل، كيف لمؤمن بالله واليوم الآخر أن ينتحر؟ طبعا عشان ما نستبسطش أول موضوع، احنا بنقول ان الانتحار بيكون ناتج عن اسباب، يعني منها سبب بيكون نفسي محض فعلا اللي هو الاكتئاب. احنا عندنا المصيبه تسبب الانسان درجات من الايه من المشاعر، ممكن تسبب لي مجرد حزن، ممكن تسبب لي احباط شديد، ممكن تسبب لي شيء من الياس، ممكن الامر يتطور بعوامل كتير بقى، يعني الموضوع طويل جدا، لكن ممكن يصل الى اكتئاب. واذا وصل الاكتئاب، الاكتئاب يا جماعه غير الحزن غير الياس غير الاحباط، يعني الحزن والياس الاحباط الحاجات ديت دي اعراض عاديه بتحصل اي حد، لكن اكتئاب ده مرض نفسي، مرض نفسي بيؤثر على الجسم فيزيكال، يعني بيأثر عليك فعليا في جسمك، في حاجات بتتغير في جسمك حقيقي، وبتجد انك انت مدفوع لبعض التصرفات معينه، ان انت مش قادر تفكر تفكير جيد، انك انت حاسس ان في تشعر مشاعر ممكن مختلطه، مش قادر تاخد قرار مناسب في حياتك. الامر ليه يعني اعراض سيئه يعني، لكن بيظل الانسان بوعيه، يعني هي دي ده المكتئب مش معذور، لان المكتئب مش فاقد العقل، هو عاقل هو بيعقل، لكن هو حاسس باضطراب واضح في نفسه. فالمكتئب اذا وصل لهذه الدرجه لابد ان يلجا للطبيب النفسي، ولا ياخذ نصيحه من اي احد لا يفهم في الطب النفسي خالص. الموضوع دوت احيانا بيختلط علينا، يجي واحد مكتئب مثلا تقول له عم في اكتئابي بس ومؤمن ما يكتئبش، اقرا قران وبتاع هتبقى كويس، ماشي لا شك ان اذا قرا قران فهذا الامر له اثر، لكن عايز اقول الاكتئاب مرض حقيقي، مرض حقيقي، مرض فيزيكال، يعني ينبغي الانسان تاخده. ممكن مؤمن يصيبه اكتئاب، لان هو زي ما قلنا ده شيء مرض يصيب الانسان زي اي مرض بيجي لاي حد، فما فيش تعارض ان انا مؤمن وان انا اكتئب مثلا، عادي ممكن يحصل، لكن في تعارض ان انا ابقى مؤمن وان انا مثلا يصيبني الياس والاحباط والحاجات ديت، ان المعاني اللي انا هشرحها النهارده تتعارض مع كده ايه مع مساله الياس الاحباط، الحاجات دي بتتعالج بفهمك ليه بفهمك القران والسنه سهله. لكن لو انسان شبط فيه الاكتئاب اصابه المرض النفسي اللي هو سببه اسبابه كتير يعني، فينبغي ان يتعامل معامله خاصه بقى، تبتدي كل الناس تدفعه دفع الى التوجه الى الطبيب النفسي او معالج نفسي بيفهم كويس، والناس ما تتسرعش ان هي تنصحه يعمل ايه الامر او يتسال من وراه لو هو مش عايز يروح، اي حد يروح للطبيب النفسي ويساله ويبتدي يوجهه الشخص دوت. الشخص ده ينصح
في المرحلة دي إنه لا يأخذ أي قرار مصيري في حياته سلبي أو إيجابي. لازم إنه في المرحلة دي بقى يعني تفكيره مش بيبقى إيه، مش بيبقى مكتمل، بيبقى صعب إنه يأخذ قرار سليم في المرحلة دي. لكن هل هو معذور؟ لا ليس معذور، لأن زي ما قلنا هو مازال عاقل، مازال يعقل، عارف يعني إيه قتل النفس، عارف يعني إيه انتحار، عارف يعني إيه المعاني دي. فده مش مبرر، لكن بنقول إن دوت أحد الأسباب اللي الناس بسببها بتنتحر. ولو إنسان قصر وعرف إنه عنده اكتئاب وقصر في الموضوع ده، هو مقصر. لماذا لم تذهب إلى طبيب نفسي؟ واحد دلوقتي شايف نفسه بيموت وما راحش للدكتور وساب نفسه لغاية ما مات، فهو مفرط. فشخص أصابه مرض نفسي لازم فورا يتوجه إلى معالج نفسي أو طبيب نفسي ويبتدي يتعامل مع الموضوع دوت. مع المعاني اللي هنقولها، المعاني اللي هنقولها بتنفع أي حد، هي كده كده بتهدئ حتى من الاكتئاب نفسه. او لو شخص بقى ما عندوش اكتئاب، وده كتير بقى يعني للاسف، احنا بنعتقد ان كل منتحر كان مكتئب، لا عادي، في ناس كتير طبعا ما عندوش اكتئاب خالص، مش ضروري يكون عنده المرض النفسي ده. احباط، ياس، حزن شديد، صدمه عاطفيه، مسار حياته حاجه، خساره مال كبيره، هل ده مرض نفسي؟ هذا ليس مرض نفسي، وانما شيء اصابه بسببه حزن شديد، احباط شديد، ياس شديد. هذه الاشياء دي بقى ما دي بقى يعني اقل كتير جدا مرض النفسي اللي هو الاكتئاب، وده بقى نسبه كبيره جدا من الناس تنتحر بسبب حزن شديد، مرض شديد، فقد مال، فقد ولد، مصيبه كبيره حصلت لي، حاجه كان متوقعه ما حصلتش، احباط، ياس. كل الحاجات دي بقى اللي المفترض المؤمن لما يفهم معاني اللي احنا نقولها مفترض دي تهدي عنده قوي الموضوع دوت، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. هي بتعالج الناحيتين، بتعالج المبالغة في الحزن والأسى، والمعاني اللي هنقولها دي بتعالج المبالغة في الفرح برضو، إنه إنسان ما يتكبرش ويطغى والكلام دوت. فيكون إذا حزن يكون حزن معتدل، وإذا يعني فرح يكون فرح معتدل. لا نقول مؤمن لا يحزن، لكن حزن اللي هو مناسب لطبيعته البشرية اللي هو جبلي، ما فيش حاجة اسمها ما محزنش خالص. إن القلب، إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن. لكن في نفس الوقت لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإن إليه راجعون. فده جبلة، مفيش حد ممكن مثلا يفقد ولد ولا يحزن، يعني مش طبيعي. أو يفقد مال ولا يحزن، طبيعي إنه يحزن، طبيعي إنه يعني يبكي، لكن لا يصل إلى اليأس، لا يصل إلى الإحباط، لا يصل إلى الحزن الشديد اللي يوقف له الحياة. هي دي المراحل اللي احنا بنقول المؤمن ما ينفعش يوصل لكده. والحزن الطبيعي مش ممكن يسبب انتحار، يعني درجة الحزن العادية اللي هي الطبيعية اللي هي جبلة في الإنسان لا يمكن تسبب انتحار، وإنما الانتحار بيأتي بسبب الحزن الشديد جدا، اليأس الشديد جدا، الإحباط الشديد. وقلنا دي ما ينفعش المؤمن أصلا يوصل لها، لأن هو لو فاهم المعاني اللي هنقولها ديت والدنيا واضحة أمامه، افترض كل المعاني دي تهدى جدا مجرد ما يفهم المعاني اللي هنتكلم فيها بإذن الله تعالى النهاردة. هي مجموعة من المعاني البسيطة ممكن أي حد بيقرأ قرآن يكون مرت عليه، لكن أحيانا مع الصدمة الشديدة، مع الألم الشديد، إنسان بيسهو عن أمور بسيطة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمر على امرأة صالحة طيبة، ممكن صحابية يعني، وأصابها مصيبة، ابنها مات، فمر عليها وهي على القبر، فهي ما تعرفوش، قال يا أمة الله اصبري. عادي، معنى عادي جدا، افترض هي مؤمنة فهم ان مصيبة عن نصبر، لكن شدة المصيبة خلتها تقول ايه، اليك عني، اليك عني، فانك لم تصب بمصيبتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام خد بالك، بص الحكمة، سابها خالص، واضح ان الحالة تحتملش تدخل اكتر من كده، فتركها ومش عليه الصلاة والسلام، لانه لو اتكلم اكتر من كده ممكن تتورط هي في كلام اسوأ من كده. فلما عرفت بعد كده راحت واعتذرت له، عرفش والله ان انت الرسول عليه الصلاة والسلام والكلام ده، قال يا أمة الله انما الصبر عند الصدمة الاولى. رغم ان ده معنى ممكن ما فيش حد ما يعرفش انما الصبر عند الصدمة الاولى، عادي، ما كلنا عارفين، اي واحدة ست عارفة، لكن بيحصل مصيبة تلاقيها برضو ايه صوتت وبتاع. يعني المسألة مش في ان انت مش عارف المعنى، لكن المعنى مش حاضر عندك، مش ملح في دماغك، لدرجة ان هو عند ادنى مصيبة بيجي على طول المعنى دوت. معنى الاول بكل بساطة أن هذه الدنيا دار بلاء وليست دار مكافأة وجزاء. شوف كلمة بسيطة، ممكن أنت تقول لي ما احنا كلنا عارفين كده، لا، المعنى ده خطير جدا، مسبب إشكالية كبيرة عند ناس كتير. أنا بتكلم في موضوع ده ليه؟ لأن أنا يعني بعد حادثة الانتحار الأخيرة دي جات لي أسئلة كتير حول الانتحار، ناس عايزة تنتحر،
وبيسأل يعني، وبيقول لي انا عندي مشكلة وعايز انتحر، بدأ يكتب مشكلته. مشكلته ممكن حلها ان هو يفهم جملة زي دي بس: الدنيا ليست دار مكافأة وجزاء. فمثلا يتعرض لظلم، مثلا تعرض لابتلاء شديد، ان هو مش عارف ياخد حقه، ان هو اتظلم في الكلية، اتظلم في حياته، اتسرقت فلوسه، مش عارف حصل له ايه، حصل له مصيبة ما كانش ليه ذنب فيها، طب انا ذنبي ايه؟ الكلام دوت واضح ان الدنيا مش واضحة. لان الانسان لو فاهم ان الدنيا دي هي اصلا هي دار بلاء، هي جبلت على ذلك، ليست دار مكافأة وجزاء، يعني لا يلزم ان الدنيا ستنتهي وكل حاجة خلصت، بالعكس، بل الدنيا ستنتهي والقصص معلقة لم تنتهي. سيموت الظالم وهو ظالم ولم ينتقم منه، وسيموت المظلوم مظلوم ولم يأخذ حقه. في بعض الحالات ممكن حالات تنتهي، يعني ربنا يدي، يعني ينتهي الأمر في الدنيا، وارد، لكن كتير ما بينتهيش في الدنيا. ربنا قال قتل أصحابه ليه؟ قال أخدود، خدوا حقهم فين دول؟ ولا أي حاجة، اتقتلوا بس. إذن في قصص هتبقى نهايتها مفتوحة، في واحد هيتسرق ويفضل مسروق ويموت كده، ويموت مقهور ومظلوم ومتضايق، وفعلا هيعيش ظالم طول عمره، ظالم ويأكل أموال الناس ويقتل، ويفضل للنهاية كده منعم ومرغد إلى أن يموت. عادي، القصص دي هتحصل. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وهو من هو؟ هو أكرم الخلق. افترض بقى أكرم الخلق جيب له حقه كله في الدنيا، قالها له صريحة كده: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يعني بيقول له احنا ممكن نوريك جزء من عقوبة الناس اللي أزوك دولة، وممكن ما نوركش خالص، ممكن تموت قبل ما تشوف أي حاجة، بس الموضوع ده مش ما يشغلكش ومش بتاعك وما تناقشنيش فيه، إنما عليك البلاغ وعلينا ليه الحساب. الحساب ده يجي إمتى؟ يجي إزاي؟ مش مشكلتك دي. يخلص في الدنيا، يخلص في الآخرة، كده كده أنا ما قلت لكش إنه يخلص في الدنيا، قلت لك أنت ممكن تموت والحياة كلها تخلص ولسه ما جبناش حق حد، عادي. فالدنيا دار بلاء، ليست دار مكافأة وجزاء، يعني الأمور مش هتنتهي هنا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. معاني بسيطة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن إيه؟ أيهم أحسن عملا. طيب، وربنا قال إن البلاء ده هيتنوع. أولا ربنا يبتلينا بالشر وبالخير، قال: ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة. فليس البلاء بالشر فقط، بل العافية بلاء والمال بلاء. ما كلمة بلاء دي مش معناها حاجة دايما تكون حاجة حزينة، ممكن حاجة سعيدة عادي. فربنا سبحانه وتعالى قال: يستخلفكم في الأرض لينظر كيف تعملون. ممكن ربنا يبتليك بالخير، فكلمة ابتلاء مش معناها دايما حاجة وحشة، ابتلاء يعني امتحان، امتحان خلاص. تمتحن بالعافية، تمتحن بالمرض، تمتحن بالسعة، تمتحن بالضيق، تمتحن بالتمكين، تمتحن بالاستضعاف، تمتحن بالقوة، تمتحن بالضعف، كل دي امتحانات. فالله يبتلي بالشر يبتلي بالخير. إذا قوله تعالى يبلوكم بالشر، إذا سيقع شر في ملك الله سبحانه وتعالى. واحد بيجي لك أسئلة مثلا يقول لك: هو ليه ربنا يرضى بالظلم؟ جاء سؤال: ليه ربنا يرضى بالظلم؟ يقول لك أنا اتظلمت. ليه ربنا راضي بالظلم دوت؟ وعنده تخليط بين إن ربنا أذن إن الظلم يقع، وإن هو إيه؟ راضي بيه. هل يلزم إن كل شيء ربنا أراده في الكون إن هو يكون راضي بيه؟ لا، وإلا ما كانش الدار دي تبقى دار بلاء. لو ربنا أراد إن كل حاجة تحصل في الكون بيحبها، يبقى لازم كلنا نخش ليه؟ الجنة. طالما في النهاية هتبقى جنة أو نار، يبقى أكيد هيحصل في ملك الله ما لا يرضيه، وإلا فهو في النهاية سيرضى عن الناس ويغضب على آخرين، مش كده؟ فطبيعي جدا إن هيحصل في ملكه ما لا يرضيه، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده ليه؟ الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. كل الناس شكرت، ولا في ناس كتير أوي كفرت، رغم إن هو قال ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يرضى، ورغم ذلك أذن إن هو يحصل. ناس اختارت الكفر فيسر لهم ذلك، ناس اختارت الشكر يسر لهم ذلك. إذا ده مفهوم تاني، هي دار بلاء، هي
يحصل فيها الخير والشر، يحصل فيها الظلم والعدل، يحصل فيها كل حاجة. تمام؟ إذن سيكون في ملك الله تعالى جميع أنواع التصرفات ديت. فلا يلزم أن يقع في ملك الله دائما ما يحب، سيقع ما يكره، سيقع ما يكره ويأذن بذلك، وده طبيعي. يعني طبيعي طالما في امتحان يبقى هيحصل الايه، هيحصل متناقضات في الإجابات، هيحصل الإجابة التي ترضي الله والإجابة التي لا ترضي الله تعالى. وأما السؤال، طب ليه، طيب ليه ربنا يعمل كده؟ أن ربنا يريد أن يرى. طب ليه ربنا ما ابتلناش بالخير بس؟ لو ابتلنا بالخير بس لم تظهر معاني من العبودية الله تعالى يحبها. وهناك ناس لن تنجح لو اختبار الخير بس على فكرة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأه إيه؟ استغنى. إن من عبادي من لو أغنيته لأطغيته. عادي، وربنا حكيم، امتحن كل واحد امتحان اللائق به، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تمام؟ فالله تعالى يحب أن يرى من عبادي الصبر. الصبر ده لابد أن يكون فيه مصيبة. يحب أن يرى من عبادي التضرع والدعاء والذل والمسكنة، لذلك يقدر عليهم الآلام. يحب أن يرى من عبادي حسن الظن به والتوكل عليه وعدم سوء الظن به. وهذا لا يكون إلا مع حاجة تخليك خلاص هتسيء الظن بالله، ها هتعمل إيه؟ هيطلع منك إيه؟ فيرى سبحانه وتعالى منك إيه؟ منك ما الذي سيحصل. وإلا فنحن نرى أنبياء قتلوا، ونرى يعني آلام حصلت للصالحين، لكن بص بقى نشوف منهم الإيه؟ نشوف منهم التصرفات. ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا أيوب بعد البلاء الشديد إن وجدناه صابرا. هو ده الهدف كله، أن ربنا يرى ماذا سيصنع أيوب، فقال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وفي سيدنا سليمان قال عليه نعم العبد برضو إنه أواب. إذا النتيجة واحدة، يعني نتيجة أيوب بعد بلاء ما حدش يتخيله أبدا، ونتيجة سليمان بعد عافية وملك حدش يتخيله أبدا. نتيجة واحدة، نتيجة الاتنين خدوا لقب نعم العبد إنه أواب. إذا كل الأحداث اللي بتحصل في الدنيا ديت، عجباك أو مش عجباك، كنت تتمناها أو مكنتش تتمناها، ليس المقصود منها إلا حاجة واحدة، أن يرى الله منك أمرا. شوف رد فعلك ماذا تصنع. سيدنا سليمان شكر، سيدنا أيوب صبر، الاثنين دخلوا وخدوا نفس اللقب نعم العبد إنه أواب. سيدنا سليمان فهم، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. سيدنا أيوب عرف أن بالتالي موضوع صبر، قال إن وجدناه صابرا نتيجة أحدى. وبالتالي دار بلاء نبلوكم بالشر والخير فتنة. فالإنسان ما يستغربش خالص، ممكن أنت في حياتك يحصل لك بلاءات شديدة جدا وفي النهاية يعني ما يحصلش عافية، عادي وارد يحصل كده. ممكن يحصل لك عافية وتطول بك هذه العافية، برضو الأمر إيه؟ الأمر لا يكون بالنسبة لك مفاجأة. وربنا ما فاجئ، ما تسبلناش مجال للمفاجآت. قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف جوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعد كده لنا وبشر إليه الصابرين. فكده أنا إيه؟ قلت لك حامل إيه؟ قلت لك تعمل أنت إيه؟ قلت لك انا هعمل فيك كده، هعمل هتلاقي مشاكل في البدن وفي الاولاد وفي الاموال وفي جوع، هيحصل لك كل ده. فانا فاجئتك، مفيش مفاجآت، وقلت لك المخرج بشر الصابرين، وقلت لك تعمل ايه الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون. تمام؟ فالصبر، الانسان يصبر على ما يصيبه، واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. تمام؟ لذلك الله تعالى يريد ان يرى الصادق من الكاذب. ولو كان الله سبحانه وتعالى يعني يقدر على عبد خير لقدر للنبي عليه الصلاة والسلام يعني كل أنواع العافية التي خالها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو من هو، والصحابة هم من هم، ابتلوا بهزيمة في يوم أحد، وربنا قال لي عملت كده. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ليه؟ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يوم الأحزاب ربنا قدر أن يشوفوا يوم تتخيلوش انت ابدا، عمر ما يعدي في حياتك يوم زي يوم الاحزاب. وزلزلوا زلزالا شديدا. طب كل ده ليه؟ عشان ربنا يرى كل واحد حي ايه هيفكر ازاي. قال وتظنون بالله ليه الظنون، كل واحد دماغه راحت في حته. اما المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غروره، واما المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق. شوف سبحان الله نفس الحدث، طلع واحد ازداد به كفرا، واحد ازداد به إيمان، هو نفس الحدث.
عشان كده انا قلت لك سورة العنكبوت مهم قوي في الموضوع دوت. انت عارف لو مشيت مع سورة العنكبوت هتلاقيها بتجاوب لك تدريجيا على كل اسئلة. يعني الانسان اللي كفر ده بسبب مثلا انتحر دوت قال لك انا طب ليه ربنا بيعمل فيها كده وانا اتظلمت ومفروض ربنا يجيب لي حقي وانا مش عارف ايه الكلام دوت، حاجه في اول سورة الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون. يبقى اولا بحط القاعده، انا بفهمك هيحصل لك ابتلاءات، واكيد ابتلاءات يعني اكيد حاجات مش انت عايزها، يعني اكيد النفس هتكرهها. خلاص طيب السؤال اللي بعد كده، قال طب ليه يا رب؟ قال هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يعني اولا الاجابه الثانيه ان مش انت الوحيد، ده العادي هو كله حصل معاه كده. طب ليه؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ده احد الحكم ان ربنا يرى الصادق من الايه؟ من الكاذب. والصادق والكاذب مش هيبانوا الا باختباره شديد وامتحان. وبعد كده ممكن عادي يقول طب يعني انا لوحدي؟ طب ليه انا؟ طب والظالم ده يعني انت مع بعض الناس ايه؟ لما انت مثلا تقول الانتحار غلط وبتاع يقول لك يعني انتوا سبتوا الظالم تكلموه في المنتحر؟ طب ما الظالم ده يعني حلو؟ انت بتنكر على المنتحر وسبت الظالم؟ احنا ما نقولش، نقول الاثنين غلط. وقوع الظلم عليك لا يبرر الانتحار. واكيد يعني الظلم مفهوم، يعني انا مش معنى ان انا بقول ان الظلم لا يبرر الانتحار ان انا راضي بالظلم. لان بعض الناس هيقول لك يعني كده انتوا راضين بالظلم، يعني هو المشكله ما احنا المفروض نصبر وخلاص. طب والظالم ده يعني مش هيحصل في حاجه؟ برضو بتلاقي الصوره بتكمل معاك. بص الايه اللي بعد كده، ركز معايا. ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب، تعالوا بقى التانيين بقى، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ايه؟ ساء ما يحكمون. يعني ما افتكرش مش معنى ان انا بكلم الطرف اللي هيبتلى دوت ان اصبر وبتاع وربنا يريد ان يعلم منك الصدق والكذب والكلام دوت ان الطرف الثاني انا هيعدي كده ولا انا راضي عنه ولا انا لا. ربنا بيهدد الطرف اللي هو ظلم، بس في الاخر ربنا سيمضي قدره، سيظلم الظالم والمظلوم هيتظلم. مش ضروري الدنيا تخلص زي ما انت متخيل، النهايه السعيده مش هتكون هنا، مش لازم تكون هنا، عادي ممكن ما تنتهيش هنا وممكن في نهايه سعيده هنا. الله له الحكمه يفعل ما يشاء. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. وبعد كده كان رساله للمنتحر، من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت هو السميع العليم. طب اعمل ايه؟ انا مش قادر. ومن جاهد شد حيلك فانما يجاهد لنفسه. طب انت منتحر عملت ايه؟ بتنتقم من ربنا ولا تقدر تعمل اي حاجه؟ ان الله لغني عن العالمين. طب انت بتنتقم من مين؟ يعني دلوقتي قال واحد قال لك انا ربنا بيعمل فيا كده ليه؟ انا مش هصلي. ما تصليش. ايه يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ هل انت ما صليتش مثلا ربنا مثلا سيستدرك ما فعل ويصلح الامر دوت عشان انت تصلي؟ لن يفعل ذلك. انت اقل من ذلك. يعني لماذا نتعامل مع الرب كاننا ارباب؟ نحن عبيد. هو له الحكمه سبحانه وتعالى. بل انت تصلي لكي يعني قلبك يطمئن، لكي يرفع عنك البلاء. يقول لك انا مش هصلي، انا ما صليتش من زمان ليه؟ اصل ربنا عمل فيا وعمل فيا. طب ماذا فبعدين بعد ما صليتش حصل ايه؟ مفيش جديد، نفس البلاء زاد، بل زاد بلاء. البلاء بقى بدل بقى بلاء مجرد بدني بقى بلاء نفسي، وبعد كده ستتطور. لو مت على ذلك ستستمر البلاء الى الابد. لو انا انتحر ماذا بعد يعني؟ هيوصلك لإيه الانتحار؟ سيقضي على الألم البسيط وينقلك إلى ألم شديد، سيقضي على الألم المؤقت وينقلك إلى ألم دائم مستمر. إن الله لغني عن العالمين. طب يا رب إيه اللي صبرني؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات، المصايب دي كلها بسببها لنكفرن عنهم سيئاتهم. أنت كسبان كده كده، كسبان مع ربنا، أنت بتخسرش أي حاجة. اي مسار مشيت في حياتك طالما بتعمل الرد الفعل الصحيح انت كده كده كسبان مع ربنا. الم بقى، صبر، ايدك اتقطعت، ابنك مات، ابنك عاش، عشت حياه منعمه، عشت فقير، عشت ممكن، عشت مستضعف، عشت غني، عشت فقير، عشت مطحون، عشت ميسر، طالما بتجاوب صح ولا نجد انهم ايه؟ احسن الذي كانوا يعملون.
بعد كده تمشي معاك الصورة تلاقي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أول ما يتأذى من هنا الله ليه كده؟ ليه ربنا بيعمل فيها كده؟ هو حد قال لك إن مش هتعمل فيك حاجة؟ أنا وعدتك إن أنت ستكون في عافية دائمة في الدنيا؟ أنا قايل لك ليه أول ما ابتليت طب أنا مش عايز، طب أنا بقى، طب أنا ألحد، طب أنا هتاع، طب أنا أنتحر؟ هو ربنا قال لا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وبعد كده جت بقى سورة، قصة إيه؟ مين حافظ سورة العنكبوت؟ جه بعد كده أول قصة قابلها إيه؟ نوح عليه السلام. كأن بيقول لك تعالى تعالى، وأنت حصل لك إيه؟ تعالى شوف النماذج المشرقة وشوف نهايتهم حصل معهم إيه؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. بس دي النهاية المرة دي كانت سعيدة وخلصت في الدنيا، أخذهم الطوفان وهم ظالمون. كان برضو يقول لك في بعض اللي الحاجات هتخلص في الدنيا، مش ضروري بس في حاجات هتخلص في الايه؟ في الدنيا. بس انت فين من واحد بقاله 1000 سنة الا 50 عام بيبتلى سخرية واستهزاء وسب وشتم وإيذاء بدني وكل اللي تتخيله حصل فيه 1000 سنة الا 50 عام؟ اين نوح الان؟ خسر ايه؟ هل سيدنا نوح كان مثلا دخل الجنة مثلا بعد كده يقول بس كان نفسي اخش ان يكون قومي استجابوا لي؟ تفرق ايه؟ تفري سيدنا يونس قوم استجابوا له وانت احسن منه. سيدنا يونس طبعا في المقام العالي، بس من افضل عند الله، سيدنا نوح ولا سيدنا يونس؟ نوح طبعا، لان سيدنا نوح من اولي العزم، من اولي العزم من الايه؟ من الرسل. تمام. رغم ان سيدنا يونس امن معه 100,000 او يزيدون، سيدنا نوح ما امن معه الا قليل، اقصى رقم 80-100 بتاع، اللي هو سيدنا يونس معاه ناس قدوا 1000 مرة. رغم ذلك نوح افضل من يونس عليه السلام. زنايا مش بتحسب كده، حسب على قدر ما جاوبت. إجابة سيدنا نوح كانت أعلى شوية، صبره كان أتم، بذله كان أكتر، وبالتالي وصل لدرجة أعلى بغض النظر عن النتائج، ودي مسألة هنتكلم فيها. بس أنا عايز أقوله يعني سورة العنكبوت ماشية، جابت سيدنا، قصة سيدنا إيه؟ نوح الأول، بعد كده قصة سيدنا إبراهيم. أوه سيدنا إبراهيم ابتلي ابتلاءات رهيبة جدا جدا، ربنا ذكر بس عينة، قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه او حرقوه. مين حصل معاه كده؟ ده مشهد واحد. في مشهد تاني ربنا امره يقتل ابنه، يقتل ابنه، مش ابنه مات، مش حصل لك مصيبه، مش سقطت في الكليه، مش البنت اللي انت عايز تتجوزها رفضتك، اقتل ابنك عادي جدا. تمام، سمعنا وطعنا، هي دار ابتلاء، وانا لو قتلت ابني هيروح مني؟ عادي، هخش انا الجنة وهو الجنة ونتقابل هناك، هو ربنا امر بكده، هي موته افضل من حياته، خلاص ربنا قدر كده، امر بكده، يبقى ده الصح، ما عندوش اي تردد، ما عندوش اي اهتزاز. قال يا بني اني ارى في المنام اني اسبحك فانظر ماذا ترى، يعني انا كده كده هنفذ، بس انا عايزك تشاركني في الموضوع. قال يا ابت افعل ما تؤمر، ده العجيب الابن يعني. طب الاب يقتل تاني يتقتل، افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. امتحان، هو ده الهدف. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ابراهيم، القصه معروفه. بس عايز اقول لك ازاي سيدنا ابراهيم بتقول بحاجات كتير، مش يعني قصه تطول، لكن في الاخر ابراهيم عليه السلام فين دلوقتي؟ ربنا قال على سيدنا ابراهيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه؟ مش معقول فاتمهن، ده ايه ده؟ جايب 100% في كل الامتحانات. وابراهيم الذي وفى، الايه دي بتأشعرني كده، ياه لو الواحد يوفي مع ربنا بس، يقعدش بقى كل حاجه يقول ليه ومش ليه. سيدنا ابراهيم ما ترددش في اي امر من اوامر ربنا خالص، رغم ان هي اوامر من الصعوبه بمكان، صعبه جدا جدا جدا، انت ما حصلش في حياتك جزء من معشار 10 اجزاء منها، اللي هو الواحد يقول لك ليه ربنا وانا اعمل كده ليه مش عارف ايه. يا اخي طب اصعب منك ونفذ شوف النتيجه فين هو دلوقتي. قال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، إمام قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الواحد يتمنى بس ربنا يقول عليه إن هو وفى بس، الواحد يتمنى إن ربنا يقول إن الواحد أتم. هو سيدنا إبراهيم أتم عشان نجح في العبد، ده نجح في ابتلاءات رهيبة تتخيلهاش. وفي النهاية إيه الموضوع؟ هو ابتلاء وخلصت الدنيا خلاص، وإبراهيم الآن في جنات النعيم. إيه اللي حصل؟ تخيل واحد عمل كده قال لك طبعا انتحر كان يستفيد ايه؟
وبالتالي معنى بسيط. فإذا المعنى اللي بعد كده طبعا تمشي بقى مع سورة سيبوها خلوها واجب ليكم، اقرا سورة العنكبوت كمل معاه لغاية ما توصل لآخر آية اللي بتقول لك إيه المفروض يتعمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنت بس جاهد ولا إياك تعتقد إن ربنا ابتلاك بابتلاء لا تقدر عليه. يقول لك ربنا ابتلاني ابتلاء شديد قوي، عايز يقول إن أنا إيه فوق طاقتي، نقول لا كذبت. إن ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتى، طالما كلفك بالبلاء ده يبقى في وسعك، لكن أنت اللي مش بتحاول. عشان كده المفتاح في النهاية في الصورة والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم. أنت ما جاهدتش، ما حاولتش تصبر، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالإيه بالتصبر. حاولت وخذلك، لازم تحاول مرة واثنين وتلاتة وتجتهد وتري الله منك خيرا سيهديك السبل، لكن انت حاولتش بتعتقد ان البلاء اشد من ايه اشد من طاقتك، انت اللي اصلا ما تعرفش طاقتك ولا استعملتها، وبالتالي انت يأست مرة واحدة وسلمت الاسلحة كلها ويلا بينا. لا، المعنى التاني الجميل اللي معاه النهاردة وهي ان الدنيا جبلت على النقص والكدر. الدنيا جبلت على الايه على النقص والكدر، وده خلاص طبيعي، خلاص احنا فهمناه من الاولانيه، طالما هي دار بلاء يبقى اكيد هي دار ليست كامله، يبقى مجبوله على الايه على النقص والكدر. عمر بن عبد العزيز كتب اليه بعض الناس يعزيه في موت ابنه، ابنه مات وقعد بعت له يعزيه، فكتب اليه عمر كتابا بيرد عليه يعني اديله درس، قال اما بعد فان هذا امر كنا وطننا نفوسنا عليه فإن نزل بنا لم نكرهه والسلام. عايز يقول له أنا حاجة أنا من زمان مستعد لها، ربنا ما فاجئنيش بأي حاجة، هو قال سنبتليكم في المال في الأولاد وربنا قبض ولدي خلاص، هذا أمر يعني ليس في يدي، هذا أمر. شوف فكرة إنك فاهم السنة نفسها إزاي بيهديك عند المصيبة. في واحد ممكن ينتحر عشان ابنه مات، في واحد ممكن ينتحر عشان حبيبته ماتت، في واحد ممكن ينتحر عشان الوظيفة اللي عايزها بس ما جاتلوش. هذا أمر قد وطننا أنفسنا عليه فإن نزل بنا لم نكرهه، أنا ما فاجئتش والسلام. تمام، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ذلك قال الشاعر عن الدنيا طبعت على الأكدار وأنت تريدها صفوا من الأقزاء والأكدار. أنت مشكلة عندك أنت، يعني انت عايز دنيا معينة في دماغك، دنيا ربنا طالما احنا مسلمين يا رب يبقى لازم ايه تعمل لنا كل حاجة حلوة واللي على مزاجنا كمان، مش كل حاجة حلوة بس، ما ربنا يعمل لنا كل حاجة حلوة بس مش على مزاجك، انت عايز اللي على مزاجك، انا عايز ابقى كذا وعايز اتجوز كذا وعايز ابقى كلية كذا وعايز اوصل لكذا، لو ما عملتيش اللي على مزاجي يبقى انت مش عاجبني عياذا بالله تعالى، انا عايز تعمل لي اللي على مزاجي، اللي على مزاجك ده هيحصل في الآخر، لهم فيها ما يشاءون، ذلك الآخرة دار كمال خلاص. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. كل حاجة اللي انت عايزه اللي هتفكر فيه في الجنة هيجيلك، لكن هتعوز في الدنيا وهتفكر وهتقرر وهتحاول وممكن ما توصلش لأي حاجة، هي كده، هي جبلت كده. ولازم تفهم ان ربنا ليه حكمة، ممكن اللي صرفه عنك ده كان شر ليك، وده معاني تانية، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا ايه كثيرا. ممكن عادي يكون انتحر لسبب ولو علم الغيب كان سجد شكر لله ان حصل معاه كده. كم واحد فينا اخواننا حصل له مصيبة في حياته بعد كده تبين له بعد سنين دي كانت عين الخير، واحدة ما دخلتش كلية معينة واكتشفت ان سبحان الله الكلية التانية سببها التزمت بسببها تابت، واحد دخل كلية ما كانش عايزها لقى زوجة صالحة هناك وهي دي بعد كده حياته بقت سعيدة بسببها، واحد مش عارف حصل ظروف ايه كانش عايز دخل الجيش كانش عايز يخش الجيش ده سبب خير لي، ما يعني احداث كتير ممكن في الحياة بعد سنين اوي تقول يا انا كنت طيب قعدت عيط ساعتها وبتاع ومش عارف ايه صح، تقول ده لو رجع بيها الزمان كنت سجدت لله شكر بسبب اللي حصل ده. فكان من حاجات زي كده بقى كتير. الامر اللي بعد كده طبعا خلاص احنا ماشيين بالتدريج، الدنيا هي دار الجزاء الاوفى وكل حاجة ستؤدى هنالك، لا تؤدن الحقوق الى اهلها، ابنك اللي مات ستلقاه، فلوسك اللي ضاعت هترجع لك احسن من الفلوس،
حسنات. الظالم اللي ظلمك هتقابله وهتنفضه وهتعمل اللي انت عايزه فيه، تمام؟ ايدك اللي اتكسرت، رجلك اللي اتقطعت، كل ده هتاخد، بس المهم تكون جاوبت ايه؟ جاوبت صح، والا يبقى حاجه تانية بقى. خد بالك، مفيش حاجه من يعمل مثقال ذره يرى شرا يرى خيرا يرى، من يعمل مثقال ذره شرا يرى، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. فالدنيا فالاخره ستؤل، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقاد للشال جلحاء من الشاة قرناء. شاة ضربت شاة، ربنا يجيب الحق الشاة ديت، هبالك بحقوق الناس. فبالتالي الانسان يعلق قلبه بالاخره، عشان كده قلت لك اللي بيؤمنش بالاخره ده شخص تعيس. اما اليوم الاخره هي كلمه واحده بتريحه: ان لله وانا اليه ايه راجعون. راجعون دي بتحل كل مشكله، مش عايزها هنا. عشان كده جاء في الحديث ان اهل العافيه اذا راوا اهل البلاء في الاخره قالوا: يا ليتنا قرضنا بالمقاريض. شوف لو واحد مثلا اتسجن وتعذب وبتاع ممكن ينتحر، صح؟ لا، ده لو بقى ايه، لو راح اهل العافيه هناك وشافوا بقى اللي اتسجنوا وتعذبوا وماتوا في السجون واتسحلوا، شافوا بقى حصل لهم ايه في الاخره، يا ريتني كنت معاهم. سبحان الله، اللي هو كان في الدنيا فرحان الحمد لله ايه الدنيا عدت معايا بعافيه ودخلنا الجنه وبالعافيه والدنيا جميله، قال لا، ده انا كنت اتمنى بقى ان انا اتقطع حتت في الدنيا، اما شاف الناس دي عدتني اهل البلاء. اشوف بقى العكس، الانسان هنا في الدنيا عايز يبقى اختباره اللي على مزاجه. ايه اختباري؟ اختبرني يا رب في الصحه والمال والزوجه الحسنه والفلوس الحلوه والفسح والمتنزهات والعيش الرغيد. هنجح ما تقلقش، يعني استغفر الله، هنجح يعني هنجح، انا كويس. كل واحد عايز على مزاجه، طبعا كلنا عايزين الاختبار دوت، يعني مفيش حد فينا في الدنيا نفسه يبتلى بالفقر والمرض والحاجات ديت. لكن لو رحنا الاخره هنقول يا ريت الامتحان بتاعنا كان في الحاجات ديت. ده الموضوع طلع: انما يوفى الصابرون اجرهم ايه بغير حساب. لكن بنقول الاثنين غلط، محدش يتمنى حاجه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ربنا ليه الحكمه، ابتلاك انت بده ابتلاك بده، ما تعرفش ليه ما دي بقى حاجه عايز تبقى عندك علم ربنا عشان اجاوبك على ليه ديت، واحنا ما عندناش علم ربنا. لكن ربنا ما كلفناش ان احنا نقول ليه، لكن كلفنا تعمل ايه بعد كده وخلاص. حاضر، كده كده دي مهمة قوي، ان انت المطلوب منك فقط انك تقيم العبودية اللائقة بالمقام اللي ربنا اقامك فيه، اقامك في مقام شكر، مقام صبر، مقام رضا، مقام حسن ظن، مقام دعاء، مقام صلاة. اعمل بس الاجابة المطلوبة. يعني انا عايز اسأل سؤال: هل في تقدر لله سبحانه وتعالى على عبد يمنعه من دخول الجنة؟ يعني مسار معين، المسار ده جماعة ما بيخشش الجنة، في حاجة كده؟ يعني اللي ابتليه مثلا الفقراء بقى أولا ما بيخشوش الجنة خلاص، أكيد لو أنا فقير هزعل. في أي حاجة ربنا بيقدر على العبد ملهاش حل، ملهاش عبودية تدخلني الجنة؟ إن أنا خلاص طالما اتصنفت كذا ابتليت بدي، دول ما بيخشوش الجنة على طول خلاص. السمر ما بيخشوش الجنة عادي، البيض ما بيخشوش الجنة، لا الطوال قوي دول مش هينفعوا، ما يعني مفيش حاجة ايه؟ مفيش حاجة كده. أي حاجة في حياتك بتحصل عندك عبودية ممكن تعملها، يبقى ربنا ما ظلمكش. احنا بقى مركزين في ايه؟ في السؤال مش في الإجابة. أنا عايز السؤال اللي على مزاجي، ودي مش بتاعتك، ودي الإشكالية الكبيرة، إن كل واحد فينا عايز السؤال على مزاجه، وبالتالي لما جاتليش الإجابة الأسئلة اللي أنا عايزها هنتحر. طب ما تاخد اي سؤال وجاوب. هل في حاجه تمنعك من دخول الجنه؟ لو جاوبت صح هقول لك لا، طالما جات لك السؤال ده انت كده كده ما بتخش الجنه، السؤال ده باستثناء. مفيش حاجه كده، في عدل، كله متاح للجنه، جاوب صح وخلاص، تمام. انتحر ليه؟ طيب يا عم انا لو عشت دلوقتي، سؤال: انا عشت مظلوم والظلم ده جاب لي شلل وتعميت، تمام، وانا اصلا فقير واولادي اتظلموا وماتوا وانا مستضعف اصلا والامه مستضعفه، تمام، اسوأ سيناريو تخيله في حياتك. صبرت انا ورضيت وصليت وشكرت ودعيت وما خدتش اي حاجه في الدنيا، موت، جيت الاخره اوف لقيت الدنيا بقى بتشتي عليا بقى حسنات من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده، وربنا اداني اجر كبير ودخلت لقيت نفسي في الفردوس الاعلى،
هزعل، هتفرق معايا في حاجه؟ هقول حلو الفردوس اعلى بس كان نفسي اخشها بالغنى. انت مش هتفتكر اي حاجه خالص. اول قدم هتقول الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ايه لغوب. خلاص كلها خلصت، تفرق معاك ايه بقى ساعتها؟ ولا اي حاجه. ده الفقراء كما قال النبي عليه السلام يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب500 عام. ده كمان ده مميز. ليه؟ لانه حسابه في السريع، فقير معهوش حاجه خش على طول. تعال انت بقى غني، واحده بالجنيه بالمليم بتاع راح فين وجه منين من اين اكتسبه فيما انفق، هيطول في الحساب. التاني هيخش قبليه ب500 سنه. فيعني المساله ايه؟ مساله عاديه. يعني ليه احنا دايما ايه عايزين ربنا يعمل لنا اللي احنا عايزينه؟ ودي مشكله كبيره نتيجه عن غرور الانسان، وان هو يرى نفسه اضخم من الحقيقه. انت عبد، عبد. لذلك كان مفتاح النبي عليه السلام ايه هو الدعاء اللي بيزيل الهم والحزن؟ ايام عبد اصابه هم او حزن فقال اللهم اني عبدك. اول حاجه اول ما دي توضح عندك هتلاقي الموضوع سهل خالص. عبد انا، لا انا مش بختار. يعني وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وكان الانسان عايز يقول طب ليه ما اختارش؟ ان والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله لو ربنا ترك لك التدبير اقسم بالله تخرب. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذن ايه لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتور. انسان ظلوم جهول كفار قتور. عايز متوقع منه ايه لو مسك التدبير؟ هيخرب الدنيا. فخلاص انت سلم، انا عبدك وابن عبدك وابن امتك وانا فخور ناصيتي بيدك. اما ناصيتك تصرفاتك تبقى في ايد شخص حكيم بتاع، تبقى فخور ان انت سيدك فلان او رئيسك فلان او مديرك في الشغل يقول لك انا مدير فلان، اخد بياخد شرفه من شرف مديره، يقول لك انا اتعلمت الاداره من فلان، انا قعدت 10 سنين تحت فلان، صح؟ فتخيل انت وانت بتقول ناصيتي بيدك، شرف. انت الذي تدير امري، انت الحكيم الخبير، ما ماض في حكمك. ما ممكن يقول لك ماض في حكمنا وخلاص بقى اللي يحكم بيه، كانه عايز يقول ايه؟ لا، عدل في ايه قضاؤك. عشان كده الدعاء ده خطير جدا جدا لو الانسان فهم معانيه. كنا شرحناه قبل كده في درس اسمه سر سعادتي لو فاكرينه. طيب من المعاني اللي المفروض توضح للانسان انها زي ما قلنا نحن مطالبون فقط باقامه العبوديه، ونحن مطالبون بالاجابه ولسنا مكلفون بالايه؟ مكلفون بان نختار السؤال. تمام. لكن الانسان مش معاه كده ان هو يسلم كده وخلاص. انت الاقدار في قدر لا تستطيع تغييره. حد مات هتعمل ايه؟ مفيش حاجه تقدر تعمل. لكن قدر انت تستطيع تغييره، انت تكرهه تستطيع تغييره. ما الذي يمنعك من تغييره؟ هذا عجز. وكان النبي عليه السلام يقول اللهم اني اعوذ بك من الايه؟ العجز والكسل. انت ممكن تذاكر وتطلع الاول او تنجح، ما ذاكرتش سقطت. ايه ليه ربنا عملت فيك كده؟ طب ما انت ذاكرتش ليه؟ انت كنت مريض كان ممكن تاخد الدواء، ازداد المرض، ليه ربنا؟ طب ما خدش الدواء ليه؟ تداوى وعباد الله، استعن بالله ولا تعجز. يعني في حاجات ممكن الانسان هيتهم نفسه في النهايه، واحيانا هو يكون المشكله فيه هو. يعني انت اللي عملت في نفسك كده اصلا. ده اسوأ بقى ان هو كمان، ده احنا بنقول لو الاقدار الانسان ملوش يد فيها خالص مفروض كمان يرضى ومفيش اي حاجه يعني. وده سؤال كده كده وربنا. تخيل بقى اصلا الانسان ممكن يعترض حاجه هو السبب فيها، هو اللي عمل في نفسه كده، وقعد بيعص ربنا كتير فربنا ابتلاه عاقبه مش عاجبه. ما انت اصلا اللي بتعصي. طب ايه؟ طب ما ارجع كده رشيد حياتك واسال نفسك ليه ربنا عمل فيها كده، صح؟ وما يعني فالانسان ما اصاب كما قال سبحانه وتعالى يعني فبما كسبت ايه ايديكم ويعفو عن كثير. احيانا بيكون اصلا سبب مشكله ان انت تستحق العقاب. فلو صلحت امورك مع ربنا تجد خلاص الدنيا ايه الدنيا تفك معاك. ايمان الانسان بالقدر ده نقطه جديده معانا. ايمانه بالقدر، يعني ايمانه بالقدر ايمانه بعده امور. ايمانه ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض. إيمانه أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا دي بتحل عندك مشكلة كبيرة اللي هي التأسي، مبالغة في الأسى، اللي هو افتراض سيناريو تاني ويا ريتني
ولو الموضوع ده سبب اكثر الام العالم، لو تأسي ديت، لكن الانسان بيخلص كلمة واحدة قدر الله وما شاء فعل، خلاص خش على اللي بعده، ما كانش مش هتحصل، حصلت خلصت. عشان كده دي بتهدي معاك خالص. ذلك قال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. واعلم أن ما أصابك لم يكن إيه ليخطئك. طيب إيه المطلوب مني في كل الأقدار ديت؟ كل الأقدار دي ترفع شعار واحد سهل جدا، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ذلك قيل لعمر بن الخطاب على ما أصبحت؟ قال لا أبالي على ما أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره طالما كان هذا في مرضاة الله لا أبالي. ربنا قدر علي مسار كنت بحبه وكان نفسي فيه هو ده اللي كنت أتمناه، اللي هي المسار السعيد قوي ده، وبيحصل عادي. في ناس حياته كلها بتمشي سبحان الله زي ما هو حابب، الدنيا جميلة، فات كل حاجة ماشية بالعكس، كل ما عاوز حاجة يحصل عكس. يتهم نفسه الأول، يتوب يستغفر، يعني يمشي في مسار اللي هو اللي يقدر يعمله يعمله. خلاص خدت بالأسباب الدنيوية وخدت الأسباب الأخروية وبرضه حصل لي حاجة معينة أنا مش حاببها، يعني خلاص تبقى تعمل كده، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. خلاص ما فيش حاجة، المسار ده بيعادي ممكن يخش الجنة، مش لازم كل الدنيا تبقى على مزاجك، وربنا ليه حكمة، ممكن اللي أنت مختاره أصلا غلط. تمام. ولكن واحد يقول لي يعني أنا دايما كده خلاص أبقى راضي، لكن برضو إنسان بيسأل ربنا، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، إن لم يكن غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. شوف التوازن، أنا راضي دايما يعني بس يعني ما فيش حد ما بيحبش العافية، دي جبلة في الإنسان. أنا مش هقول لك حب البلاء، يعني ما فيش حد فينا يعني كما قال السيد عائشة ما منا من أحد إلا ويكره الموت، يكره الموت وأكره مساءته كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، مش كده؟ يعني فيش حد فينا يحب الفقر، ما فيش حد فينا بيحب المرض، هو إذا نزل البلاء خلاص أنا أرضى وأسلم خلاص، بس هتكون نفسي بتحدثني إن أنا أتمنى ليه العافية، وده لا يعيب الإنسان. هو النبي عليه الصلاة والسلام كده، ولكن عافيتك هي إيه؟ هي أوسع لي. وكان رجل قال له علمني دعاء أقولي، قال سل الله العفو والعافية. الإنسان طبيعته جبلته بيحب كده، يا ريت يبقى نبقى في نعافى في الدنيا ونقدر نأدي العبودية ونسلم ونخش الجنة، جميل. ما فرد ما حصلش خلاص، إيه لم يكن أهم حاجة عندي خلاص، طالما أنت يعني أنا كنت أتمنى العافية والتاع ما حصلش، حصل إن أنا تريد بما أكره مثلا، خلاص أهم حاجة إن لم يكن بك أي غضب علي فلا أبالي. نحن نرى نماذج مشرقة في السيرة، مثلا المرأة التي كانت تسرع ما تنتحر، دي صرع بقى، ده مرض نفسي بقى، مرض نفسي صرع، يعني كمان صرع ده فقد عقل، يعني إنسان أثناء الصرع غير مكلف، فقد العقل تماما، لكن مش على طول، في أوقات معينة. لكن بص العبودية يا جماعة، موضوع إيه اللي عندك؟ يعني دي مرأة تسرع وتتكشف، تخيل أنت واحدة ست، وتخيل أنت واحدة ست ماشية في الشارع، المؤاخذة مرة واحدة بدأت تتشنج وتتنطط وتصوت وتقلع هدومها، في ابتلاء أكتر من كده؟ وعورتها تتكشف قدام كل الناس، وبعد كده المشكلة تفوق بقى بعد كده، وتقابل الناس دي في الشارع اللي شافوا عورتها، اللي شالوها ومسكوها وعشان يتشنكشوا بتاع، شيء مؤلم جدا للنفس. يا ريتها تسرع على طول، هي بتسرع وبتفوق، ويحكوا لها انت عملتي ايه، ألم رهيب، ألم رهيب. قول لي ابتلاء كده أشد من دوت على واحدة ست، ده لو راجل وقالوا له أنت تكشفت ما يستحملش، إن يكون راجل شافه، خيل ست، وست تقية زي ديت، أنت عارف دي من أهل الجنة. ابن عباس كان ماشي مع عطاء بن رباح ابن أبي رباح، وقال ألا أريك امرأة من أهل الجنة، لا شك ان هي حساسة جدا لحاجة زي كده، ده لو واحدة نص نص في الدين ترضاش حد يحصل فيها كده. تخيل واحدة عالية قوي
يحصل معك كده؟ صعب. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال هذه المرأة السوداء، كان سوداء ومش عارف إيه يعني مرأة إيه. فهي قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال هذه المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أسرى وإني أتكشف، فدعو الله لي أن يشفيني. بلك النبي عليه الصلاة والسلام حطها في اختبار صعب، ممكن يدعي لها وخلاص الموضوع ينتهي وترجع العافية، بس هو عايز يختار لها عبودية أكمل وأتم. قال إن شئت دعوت الله لك فشفك، وإن شئت صبرتي. خسرتي إيه؟ هتاخدي مكان أحسن، ممكن ربنا يشفيها وتعيش في عافية وتخش الجنة برضو، ما هي الست كويسة مش وحشة، بس لو مشيتي في طريق الصبر هتوصلي لدرجة أعلى. ها هدعي لك؟ قالت له لا لا بجد، في حد ممكن يختار كده؟ ها طالما انت بتطمني ان انا اوصل لنتيجة احسن ما يفرقش معايا، انا يهمني النتيجة ما يهمنيش هتسألني ايه. دكتور قال لك لو حليت السؤال ده، السؤالين دول قال لك هو بيدي لك السؤالين دول قال لك انت تعرف تجاوبهم على فكرة، هو ده اصعب شوية بس انا عارف ان انت تعرف تجاوب، تاخد الاصعب اديك درجة اعلى. هتقول له هات طالما انت تطمني ان انا عارف اجاوب. وان شئتي صبرتي ولك الايه؟ الجنة. قالت اصبر ولكن ادعو الله لي الا اتكشف، عشان دي بتوجعني قوي. سبحان الله. السؤال اللي بعد كده، هل المنتحر سينتقل الى وضع افضل كمسلم فاهم يعني؟ هل المنتحر سينتقل بهذا الانتحار الى وضع افضل، ام انه سينتقل من الم محدود الى الم غير محدود لا ينتهي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقي الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللي رمى نفسه من برج، رمى نفسه من جبل وفاكر الموضوع ينتهي، ده بدأ سلسلة من الإلقاء النفس لن تنتهي أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. تعمل له جبل في يقعد ينط منه كل شوي. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يدي يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر كان راجل بيبلي بلاء حسنا، قال هذا من أهل النار. الصحابة طبعا إيه؟ إزاي؟ مش معقول. قال فوجدوا الرجل ده بيقاتل وبتاع، فأصابته جراحة شديدة فجزع، فوضع ذبابة السيف على صدري ثم اتكأ وقتل نفسه. وجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أنك رسول الله حق. الرجل اللي أنت قلت عليه من أهل النار فعلا قتل نفسه سبحان الله. فشوف قال عليه على طول من إيه؟ من أهل النار سبحان الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. ومن شدة الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام في رجل قتل نفسه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما صلاش عليه عليه الصلاة والسلام، قال للصحابة صلنتوا عليه أنا مش هصلي عليه. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص سهم كده بيقطعه بإيديه فلم يصلي عليه. هذا دل على شدة الأمر دوت. تعرفين يا جماعة ده قتل، قتل. شوف خد كل نصوص القتل اللي في الإسلام وحطها عليه، لأنه قتل بل قتل نفسه يعني عمل حاجة. تعرف القاتل ممكن يحلها، هيحل المشكلة مع أهل القتيل، هيستغفر للمقتول، هيعمل حاجة صدقة جارية ليه، المهم هيحاول. لكن المشكلة أنه قتل نفسه يعني قتل وقفل باب التوبة فورا في نفس الوقت أنه مات، هتحلها إزاي؟ وكمان دي سوء خاتمة يعني، واحد ختم له ده، لو واحد ختم له بشرب خمر ولا ختم له بزنا تبقى يقول لك ده مصيبة سودة وبتاع، خلي واحد ختم له بقتل وقتل نفسه، وبالتالي هتاب امتى بقى؟ دي مشكلة كبيرة جداً.
مشكلة كبيرة، انه لم ليس عنده وقت لكي يتوب، واخر حاجة عملها قتل نفسه وخلص الموضوع. فقاتل نفسه يعني تسبب نفسه مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة. وبالتالي نحن نحذر الشباب ان يختار هذا الاختيار. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين احدكم الموت، يعني تمني الموت بس منهي عنه، لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. طب ايه الحل؟ انا بقى الموضوع صعب عليا فعلا فعلا والبلاء شديد ومش قادر. قال فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني، اللهم احيني، مش انا مش حقيقة، انا مش هعمل حاجه في نفسي، اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي. طب ليه بيقول كده؟ فكان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بقى؟ لا يتمنين احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه، انه ان مات احدكم انقطع عمله، وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا. في روايه لا يتمنين احدكم الموت اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا، واما مسيئا فلعله ان يستعتب. يعني هذا المنتحر ما انت ما كنتش تعرف الغيب، يعني لو كنت بقيت كان ممكن الظروف تتحسن، كان ممكن ربنا يكتب لك احسن. لو انت من اهل الخير كنت هتزيد يا عم، لو انت من اهل الشر كنت تتوب، لو الجوازه دي ما نجحتش يمكن ربنا يجوزك واحد احسن، لو الكليه دي ما فلحتش فيها يمكن ربنا يفتح عليك في تجاره، يفتح عليك في اي حاجه، ما يدري. كم واحد فشل في مسار والدنيا فتحت معاه في حاجه تانية، رضي بالله والدنيا وسعت عليه في حاجه ما كان يتخيلها ابدا. تمام؟ يعني ليه افترضنا ان السيناريو ده هيفضل كده؟ يا عم هيفضل السيناريو صعب. اذا نرجع تاني نقول هلا قلت في النهايه في جنه، يعني مهما كان افعل العبوديه اللائقه وخلاص، ما يعني وترضى بالله ربا، رضيت بالله ربا، وتعلم انك جاهل وان الله عليم حكيم سبحانه وتعالى، لا يفعل شيء عبث ولا يرضى بالظلم ولا يرضى بالكفر. وزي ما قلنا مش معنى كلامنا كده ان احنا راضيين بظلم وكفر واللي بيحصل، كل ده بنحاربه كل ده اتجاه، بس في الاخر برضو لا نعطي للمنتحر مبرر مهما كان ما وقع عليه، ان نقول له انت معذور ونتعاطف وهو معذور. يعني طب الشباب يعملوا ايه؟ طيب هنعمل ايه؟ ده الواحد عايز ينتحر وكمان وبتاع والجو دوت. لا بالعكس، نقاوم كده ونبلغ المنتحر اللي هو بيفكر انتحار رساله انك لو انتحرت لن تاخذ ذنبك فقط بل ستاخذ ذنب كم واحد سيتشجع بعدك. تعرف دايما بيحصل حاله انتحار تلاقي بعديها ايه؟ كذا حاله انتحار، ان حصل تعاطف وبتاع والراجل طلع بطل وكده والناس كلها عملوه بطل، وشوف بقى ضحيه الظلم وبتاع، فكل واحد يقول لك يلا بينا. فميزان سيئاته، ميزان سيئات كل من سهل هذه الايه؟ هذه المعصيه. ونرجع برضو نقول مش معنى كده ان احنا نمنع عنه رحمه الله، قد يرحمه الله، ولا نيأس من روح الله، ومش معنى كده ان احنا هندعي له، سندعو له قطعا ان يرحمه الله، لكن لا نسهل الامر ولا نصنع منه بطلا ولا نبرر له. فلا بد ان يكون في توازن. النبي عليه الصلاه والسلام ما صلاش عليه وقال لاصحابه ايه؟ صلوا عليه. هو ده التوازن. شفت بقى؟ زجر في نفس الوقت رحم، زجر ورحم. احنا نرحم الانتحر فعلا، ندعو له ان يرحمه الله ونصلي عليه وكده، لكن لابد اهل العلم يزجروا وينهوا وينكروا هذا الامر ويعلموا الشباب عشان ما يحصلش تساهل موضوع، فانسان يتوازن ندعو له. لذلك ايه؟ يعني ممكن الواحد تجد العالم ده اللي انكر شويه هيروح يدعي له بالرحمه بعد كل ده، بس هو اشتد عشان ما عشان غيره، عشان هو كده كده مات خلاص انت بتكلموش، لكن غيره لازم يسمع الرساله الشديده عشان ياخد باله، عشان يعرف ان الانتحار ليس له فائده، ليس اي فائده، بل هو ضرر محض. واما المنتحر فلا نحجر عليه رحمه الله، وان كان الاحاديث تدل الموضوع فيه وعيد شديد شديد جدا جدا. تخيل النبي ما صلاش على واحد يا جماعه، ده عمل ايه ده؟ هو النبي ما صلاش على كام واحد؟ ما صلاش على علي دين، هو سال بس هو طالع معلوش دين فصلى عليه، قال علي دين ما كانش هيصلي عليه، والمنتحر بس، الاثنين دول. ده موضوع كبير كبير، الانسان لا يتساهل في ذلك. الانسان لازم حل الشباب اذا كان زي ما قلنا اكتئاب طبيب نفسي على طول، ما تسالش اي حد اي حاجه عشان محدش يضللك، والاكتئاب مش مبرر لان انت ما زلت بعقلك، لا الموضوع حزن واسى واكتئاب واحباط، فلتحط نفسك بناس مؤمنين صحبه صالحه، ناس متفائله، ناس فاهمه سنن الله،
اقرأ في الكتاب، اقرأ في السنة، تعلم العلم، اسمع درس زي دوت، تجد الأمور دي تهدى معاك خالص. خلاص ظبط نفسك، انت مش هنا عشان الدنيا، انت هنا عشان الآخرة. انت مش هنا عشان ربنا يعمل لك اللي على مزاجك، مزاجك ده في الجنة. انت هنا عشان تقضي، تعمل اللي عليك، وربنا مش حاسبك على النتائج. ودي حاجة جميلة برضو، معنى جميل، ربنا مش حاسبنا على النتائج يا جماعة. احنا ليه 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 شايلين هم النتائج؟ وليه بنكتئب لما النتيجة ما بتحصلش؟ هو ربنا حاسبنا على النتائج؟ حاسبنا على عملت ايه بس؟ يأتي النبي يوم القيامة وليس معه ايه؟ ليس معه أحد، صح؟ بل لو أنت حاولت هديك نفس الأجر حتى ما وصلش النتيجة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. من يخرج من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. شوف بقى الجمال، سنة آدي قاعدتين، ربنا يحاسبك على المجهود المبذول بس، مش هيحاسبك على النتائج، هيديك النتائج حتى لو ما وصلتش، لو انت كنت صادق في الايه، في النية. عايزين ايه اجمل من كده؟ والله العظيم مع المعاني دي الحياة جميلة، حتى لو كان فيها متاعب ومصاعب، احنا كده كده مش متفاجئين باي حاجة، الحياة جميلة، ممكن سن نعيش حياة فعلا سعيد راضي بالله سبحانه وتعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبي ورسول. مش عايز اطول عليكم، لكن هي رسالة عشان نبقى على وعي، نوعي غيرنا، نوعي الشباب، لان اكيد انتوا زي ما انا بيجيلي اسئلة بيجيلكوا اسئلة، وفي ناس في الكليات بيسمعوا، احفظوا الكلام دوت، انقلوا للشباب. وربنا يغفر لجميع المسلمين والمسلمات ويهدي شباب المسلمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله.